حية وعم تلف حوالين ابني شوي شوي وكل هم ما تاخده مني. أخ. شو بدي إلا لهي هلأ؟ ألو جيمري، ما قدرت حاكيكي، لا تواخذيني، يا ريتك تعرفي شو يلي صار فيني. سكرتي وقلتي لي رح ترجعي تتصلي، إلي ساعات ناطرتك، توترت كتير خالتي جاهدة. صدقيني كنت رح اتصل جيمري، كنت عم بستنى كل حالي، وأنا عم دقلك اتصلتي، يعني مثل ما بيقولوا القلوب عند بعضها. شو يلي صار خالتي جاهدة؟ يعني قدرتي تلاقي الورقة شافها أمير؟ لا، كانت مع هديك البنت المدللة، والأحلى أنه راسمي عليها. كيف؟ قصدك ماسار؟ ايه، حاولت اضحك عليها ما قدرت، حاولت اخدها منها بالقوة كمان ما قدرتي. فوق ما انا عم حاول، هي الخانم معاجبة شي بالمرة. خالتي جاهدة، ولما شفت انه رح تصير مشكلة كبيرة ما عدت كملت معها، يعني ما حبيت حدا ينتبه شو مكتوب بالورقة. شلون ما كان لازم ناخد هي الورقة من ماسار، لازم يشوفها امير بسرعة. انتي اكتر وحده بتعرف قديش تعذبت لجبت هاي الورقه من الشركه، مزبوط؟ لا تقلقي يا حبيبتي جيمري، رح حاول لاقي طريقه وحل القصه. ما فينا نسمح ابدا بسبب بنت صغيره تنتزع كل الخطه، لازم هاي الورقه تكون معنا. الاحسن اني سكر، عندك شغل كتير لازم تساويه. كله بسبب هي الحية، رح تشوفي كيف رح عاقبك ريحان، وما رح ارحمك ورح خليكي تندمي. مساء. أميرتي، أمي، أمي، نيمتها. ليكي، هي اللي صار اليوم، أنا متأكد إنه مالك أي ذنب فيه، لهيك مو أنت المسؤول عن اللي صار معي، ما في داعي تحسس حالك بالذنب، وغير هيك هي بتضل أمك، يعني لو شو ما صار ولو شو ما عملت، اللي كانت واقفة قدامك هي أمك، وشو ما صار لازم تحترمها. بس مع هيك أنت سندتني، بتشكرك من كل قلبي لأنك وثقت فيني. لو سمحتي، عن إذنك. بيجي على باب بيتي وبيعطيها ورد؟
اصلا شو دخلك بحياتها؟ قلي شو دخلك؟ ما طلع منا أي صوت من زمان، يمكن نايمة. معقولة فيها تحكي مع هداك الزلمة بدون علمي؟ بس بلا جنان طبعا فيها، مع مين ما بدها كمان. كأنك مرضاني؟ قلتلك روحي على البيت، والنتيجة إنك مرضتي، مو ناوي تسمعي كلامي، راح تضلي تتصرفي بعناد ليلى خانم. يعني بالعادة فيني أتحمل كلامك القاسي، بس هلأ ماني بوضع بيسمح أبدا. يلا تعالي، راح نروح على المشفى. شوفوا مين يلي عم يحكي، ما أناك مضطر تفكر فيني بنوب. أنا عم فكر ببنتي، ما بدي إياها تمرض وقت نرجع. لا تقلق، الصبح ما رح يكون فيني شي، وغير هيك ريحة المشفى بتخليني أمرض أكتر، وقت فوت عليها حرارتي بتصير 40. أنتي أدرى، بس ما لازم تكوني قريبة من أي شخص لحتى تطيبي على المزبوط. يعني لازم ترتاحي للطيبي مشان ما تعدي حدا. إنجر،
أخي أمير؟ شو فيأتك يا أميرتي؟ يلا غمضي عيونك ونامي وحاولي تشوفي أحلام سعيدة وأنت نايمة، اتفقنا؟ لا تروح. بس أنا عم اشتغل حبيبتي. لو سمحت. تعال. طيب ماشي. Thank you.
كيف صارت يا ترى؟ لافة على ابني مثل الحية. لقيتها. ما طلعت هي، وين مخبيتها يا ترى؟ بس رح لاقيها. رجعت كمان، جيت على غرفتك. بس أنا بغرفتي وكنت معايرة المنبه. قلت خليني شوفك إذا كنت منيحة، إذا لزمك شي فيك تناديلي. هو مو بس متوتر وغريب كمان.
أنا امبارح لما سمعت صوت، يعني فكرت إنه صاير. بعرف أنت ما تركت مسال. يعني بتعرفي، بس كنتي نايمة. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. يعني كنتي تحضري الفطور مع ليلى؟ عن جد ما عم صدق. برافو عليكي اختي مليكة، سمعتيها؟ طبعا سمعتها، كنت بعرف هالشي من قبل. فخرية بتبعتلي التقرير بشكل يومي. بتعطيك التقرير بس ما بتاخد شي منك. اكيد بدها مني شي، لو قلت لها انه نيجار عم يوجع راسها رح تفرح كتير. باخر فترة كانت عم تسأل عن سفر كتير، اذا كان منيح ولا لا. ايه، اذا اتصلت قلي لها اني متضايقه منها، اجت وراحت من دون ما حتى اشوفها. كانت مستعجله بنتي، اصلا هي راحت مع السفر. عن جد؟ وين امي؟ يعني ما رح تجي تفطر معنا؟ قاعده بغرفه المكتب، قال انه تعبانه شوي. طيب سلامتها. صب لك شاي سونا. يسلموا اختي مليكه. لا خليني اروح شوفها. رايحة لعند أختي مليكة شوي. أختي مليكة؟ قليلي بنتي. قدرتي تحكي مع خالي شي؟ حاولت بس ما قدرت أتواصل معه. حكيته بنتي حكيته. معنويات حكمة بيك مرتفعة كتير، صوته كان منيح. أوه، طمنتيني، ألف حمد وشكر إلك يا رب. أنتي شخص وفي كتير ريحان، وقلبك طيب. اختي مليكة، مسال بدها خيار. تمام بنتي، رح جبلكن. طيب منكمل بعدين. تمام. ألف الحمد لله. وين حطتها لهالورقة؟ أصلا لهلأ ما عم بفهم شو فوتها لهون. أكيد ما رح تحطها جوات الدرج. أنت هون؟ إيه هون. خير؟ عم تدوري على شي؟ لا، حبيت شوف إذا كانوا عم ينظفوا غرفة المكتب منيح، بس مشان هيك. تعالي على الفطور. لا مالي نفس. أمي لو سمحتي، ما في داعي تبالغي هيك. قلت تبالغي؟ من امبارح عم فكر بس عقلي ما عم يتقبل. يعني صرت بنظرك وحش؟ اه؟ ما عم بعرف هي شو عم تعمل فيك، بس عم تخليك تشوفني مثل الوحش. أمي لا تقول أمي بنوب. التصرفات اللي عم تعملها معي عم تخليني أفقد أعصابي فوق ما بتتخيل. ليش أنا شو مسويت لها؟ بكفي بقى بكفي، أنا كمان بشر، مو قادرة أنا أتحملها.
شربت عصير البرتقال؟ يا ترى أخذت دواها شي؟ عن إذنك شو دخلني؟ شو دخلني؟ إذا أخذته ولا لا؟ ما دخلني. الو عمي، طمني عنك، ان شاء الله تحسنت. ايه منيح، احسن من قبل. صار فيك تجيب لي مسال؟ صدقني صعب. نحن مبسوطين، دقيت لك بس لاطمن عليك. قلت لك منيح، هيك بكفي لانه اشتقت لك كثير. ليك لازم احكي معك شوي بخصوص هالموضوع. لا تفكريني مو شايفتك، ما قربتي على الجبنه ابدا مسال. بلا انا اكلت. اي مزبوط، شفت اكلة جبنة، وهلأ رح حطلك على هاي شوكولا. تمام، يلا يلا لشوف يا اميرتي. افتحي تمك كمان. ابوك اشتاق لك كتير وعم بيقلي رجعولي بنتي. وانا كمان اشتقت لبابا. حلو كتير، بس رح اشتاق لك الك كمان. يا حبيبة قلبي بلشت غار. شو مشاني انا؟ يعني ما رح تشتاقي لي مسال؟ برا رح اشتاق لك انت كمان، بس انا هلا اشتقت كتير لاختي ليلى. ما فيكي تروحي تقعدي معنا بالبيت اختي ريحان؟ مرت اخي، كانك اقتحمتي قلب تاني غير قلب اخي، بس لازم تديري بالك منيح لأنه أخي بغار كتير. وانت كمان أخي أمير تعال. أكيد حبيبتي رح أجي. بدي تضلي دائما. يلا خلينا نروح لكان. طيب خليني جهز لشنطايتا. لا تعزبي حالك أختي مليكة، هلأ بخلص وبجهزها. وين المشكلة بنتي؟ خلص كملي فطورك، أنا بجهزها بدقيقتين. أهلين يا بابا، اشتقت لك كتير. سنفورتي، تعرفي إنه البيت ما كان إله أي طعمة وأنتي غايبة عنه؟ آخ بس لو كان فيني أحضنك هلأ. استنيني لطيب ورح عانقك طول الوقت، وحتى كمان رح ضل معانقتك من الصبح للمساء. قضيتي وقت حلو مع أمير وريحان؟ قليلي شو ساويتوا؟ لعبت كتير أنا وإختي ريحان مع بعض. ما بتتخيلي قديش انبسطت أنا وياها، وحتى إذا بدك فيك تقولي أني انبسطت أكتر منها. كتير حلو، ما غرت بنوب، لأنه بصراحة هذا التغيير فاد كتير لما سال.
آسفة، أخذني الحديث ونسيت أسألكم، شو بتحبوا تشربوا؟ قهوة؟ خليكي أنت مريضة، أنا بساوية. لا أنا منيحة. مازال امشي نساوية. برأيي أنت ارتاحي، أنا ومازال رح نحضر القهوة، أصلاً مازال ساعدتني فيها من قبل ورح تساعدني هلأ، مو هيك حبيبتي؟ لا مو معقول، أنا بساوية. لا مو حابين نسمع أي اعتراض، رح نروح نجهزها أنا ومازال، مو هيك حبيبتي؟ يلا تعالي. بالمناسبة كيف بتحبوا تشربوا قهوتكم؟ تقيلة وبدون حليب بعرف. وأنا بأخذ مثله. طيب خليني أجي معكم. لا ما أنا موجودة ولا بأي مكان، رجعت دورت بالزبالة كمان، بركي هديك المدللة كبتها. ليكي جيمري حاولي تاخدي نسخة تانية من الشركة، ما صفي غير هيك. طبعا مستحيل خالتي، مستحيل ارجع فوت لهديك الغرفة كمان، وغير هيك ما بظن انه في إلها نسخة تانية، الورقة اللي عطيتك ياها هي الأصلية. شوفي جيمري لازم نلاقي حل بأسرع وقت. لا تؤاخذيني، إذا ضل الوضع هيك بنت الضيعة رح تصير خانم القصر، وهي أنا حذرتك، وأنا وإنتي رح نتفرج عليها. جيمري إنتي ضيعتي أحسن حل كان بين إيدينا لنخلص من هالبنت، لا تواخذيني خالتي، أنا لازم سكر، عندي شغلة ولازم حلها بسرعة. جبت لك قهوتك جاهدة خانم. قيمك من القهوة هلأ. يعني ما رح تشربيها؟ حطيها هون خلص. أول ما يجي أمير وريحان ابعتيهم لعندي. أوامرك يا خانم. من وقت ما رجعت من الإجازة ما عرفت تساوي قهوة. عم تفكري بمسال؟ خلت القصر يفرح، رح اشتاق لها كتير. اساسا مو ساكنه بعيد، فيكي تروحي لعندها امتى ما بدك. انا باخدك لتزوريها. هلأ فهمت ليش ما سال بتحب ليلى لهي الدرجة، فعلاً هالبنت قلبها طيب. لازم تكون هيك، عمي رجال غريب كتير وبيوثق بالناس بصعوبة. لا تنسي إنه الموضوع متعلق بمسال، بالمناسبة أكتر مدة قعدتها مربية عنده ما تجاوزت الأسبوعين. حتى متعلقة فيها بشكل غريب. صحيح، ولهالسبب طلب منا تبقى عنده. بس عمي إذا عرف إنه مسال ما كانت عم تذكره كتير بس كانت عم تذكر ليلى أكتر يمكن يتأثر. بتحبي ناكل شيء قبل ما نرجع؟ في مطعم ظريف بيعمل مشاوي طيبة، بتصل وبحجز. برأيي ما في داعي، طالما في أكل طيب عم تساوي أختي مليكة. تمام مثل ما بدك.